إياك أن تقول لولا فلان، لولا الجهة الفلانية، لولا الدولة الفلانية، لولا الأمم المتحدة، لولا المؤسسات الدولية، لولا كذا ولولا كذا. لا، إياك، لولا الله عز وجل، لولا الله عز وجل. لو اجتمعت البشرية بأجمعها على إزاحة الظالم من ليبيا ما استطاعوا إلا بإذن الله وأمر الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون لدينا عقيدة في هذا. كلهم خضعوا للغرب وللمؤسسات الدولية، وأصبحوا عندما يتكلمون شرعية الغرب وشرعية الأمم المتحدة وشرعية المؤسسات الدولية وشرعية الاتحاد الأوروبي وشرعية أمريكا، نسوا أن الذي أنجاهم هو الله عز وجل والذي أكرمهم هو الله عز وجل، نسوا. وبالتالي لأنهم خضعوا لهذه المسميات البغيضة ونسوا الله عز وجل صاروا أذلاء. وإذا أردنا شكر الله فشكر الله عز وجل يكون بطاعة أمره وتنفيذ شرعه والسير على ما يرتضيه، ليس ببيع الكرامة والدين وبيع الوطن والتفريط في السيادة بحجة شرعية دولية ملعونة. هذه الشرعية التي تجعل من المسلم في وطنه ذليلاً.